سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة البهجال العقار. اليوم عندنا لكم هاد الشقق جداد اللي كيتواجدوا قرب المركز التجاري المهدية. هذا كما كتشوفوه هنا طواليط والحمام، كما كتشوفوا طواليط والحمام تيسع. هذه لا كويزين، المطبخ كما كتشوفوا معنا. هاد الشقة هذه في المراحل الأخيرة من الإصلاح ديالها، بقاوها كيلكو غوتوش. هاد الشقة مضوية مزيان لأنها عندها الشراجم من واجهتين. هادي الغرفة الأولى كما كتشوفوا، الزخرفة أحسن زخرفة في السقف، وحتى الأبواب ديالها أبواب من والمواد اللي تصنع من هاد الأبواب مواد دو برومي شوا. هذا لو سالون كما كتشوفوا، ستان سالون فاست متسع تبارك الله، افيك بلافون مزخرف. هذه نظرة ثانية من الطرف الثاني على لو سالون كما كتشوفوا. المساحة ديال الشقة هي 90 متر كاري، والثمن ديالها ما كيتعداش 39 مليون. هذه الغرفة الثانية بالبالكون ديالها كما كتشوفوا، احسن اصلاح. ارجعوا القوندرة على وسط الدار، هادو الغرفتين والصالون الوسط والكويزين، احسن تصميم. مهم ما تنسوش انكم تصلوا بنا للاستفسارات او لزيارة الشقة. ما تنسوش كذلك انكم تابوناو في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد. عندنا بزاف ديال الشقق في الجزيرة ديال المهدية، واتصلوا بنا دائما على الرقم 0679 941 537. شكرا لكم.